تتزايد ردود الفعل لقضية رفع أسعار الخبز المتوقع التي أثارت جدلا بين اقتصاديين وأحزاب ونواب في البرلمان، آخرها كان من حزب التجمع الذي رفض اتخاذ تلك الخطوة، وقال في بيان إن هذا الاتجاه يمس أحد أهم الاحتياجات المعيشية الأساسية للغالبية العظمى من المصريين في ظل مستوى الدخول الحالي، سواء للمنتمين للطبقات الفقيرة والشعبية كالعمال وأصحاب المعاشات والمرأة المعيلة، وحتى الطبقة المتوسطة المهددة بالسقوط في براثن الفقر. وكان الحزب الاشتراكي المصري قد وصف إعلان الرئيس السيسي بضرورة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بالإجراء الخطير الذي يعد تهديدا صريحا لحياة الغالبية العظمى من أبناء الشعب الذين يعتمدون عليه اعتمادا كاملا في ظل ارتفاع جنوني لأسعار السلع الغذائية الأساسية خلال السنوات الأخيرة. جه الوقت ان رغيف العيش ابو 5 ساغ ده يزيد ثمنه. فاجأ نحو 71 مليون نسمة، بل هو امر صادم. رئيس دولة يتحدث عن احد اهم الاحتياجات المعيشية الاساسية للغالبية العظمى من المصريين، العيش، معلنا زيادة ثمنه في محفل بشر بمصانع انتاج البسكويت بينها، لانتاج البسكويت بانواعه، وهو يسترسل في حديث وردي عن 8 مليارات جنيه سنويا لدعم خطط التغذية المدرسية. إذا يأخذ الرجل من رغيف الفقراء ليعطي الفقراء، هي عبارة لمن أثاره قرار رفع سعر الرغيف المدعوم، فهي المرة الأولى منذ عقود من رأس الدولة الذي وعد من قبل بأنه لن يمس. لن يمس ولن يمس. لكن لسان اليوم يقول إن من غير المعقول أن يكون 20 رغيفا بثمن سيجارة واحدة. على مدى أيام ضغط الإعلام الإلكتروني إزاء صدمة القرار، جل أصحاب الرأي هم الرافضة باسم رغيف العيش، وبضعة ممن رفع شعار معك يا ريس. لكن المشهد السياسي الحزبي في هذا البلد بدا مكمما حينما يدخل جهاز الأمن الوطني طرفا هنا بتوجيه تحذير شديد اللهجة لرؤساء الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ التحذير من الحديث إعلاميا عن قرار الرئيس سلبا أو إيجابا. ومن غرد خارجا وصف القرار بأنه خطير، لسان حال الحزب الاشتراكي المصري ذي القاعدة الشعبية المتهالكة. لكن من تجرأ أكثر فقد أعلن اختلافه مع الرئيس، فحزب التجمع بدأ صوته أعلى في بيان مطول راصدا ما يصفه بالتحميل المستمر والمتزايد على فئات الطبقات الشعبية. مية غالية، غاز غالي، يعني نعمل ايه يعني؟ إذن هي أعباء تزايدت على هذه الفئات بعد زيادات أسعار الكهرباء والمياه والغاز والخدمات العامة. يسير رئيس هذا البلد إذن في خارطة طريق لا تخلو من ألغام، بينها لقمة العيش ونحيط بأرقام وردية وبهرجة من مشاريع مستقبلية. وللمزيد ينضم إلينا من إسطنبول السيد عبد الحافظ الصاوي الباحث في الشأن الاقتصادي. أهلا بك معنا سيد عبد الحافظ. بداية، كيف ترصدون ردود الفعل حول قضية رفع سعر الخبز؟ هناك ردود فعل على المستوى الشعبي وأيضا على المستوى السياسي. لنبدأ بردود الفعل السياسية، هل ترى أن مستوى رد الفعل اليوم في مجلس النواب يتناسب وحجم خطورة هذه القضية؟ حتى الآن لدينا حزبان فقط هم اللذان اعترضا على هذه القضية، وبالتالي أين بقية الأحزاب؟ يعني الاعتراضات التي بدأت في مجلس النواب على التفكير في رفع رغيف الخبز للطبقة الفقيرة هو نوع من إثبات المواقف من ناحية، ومن ناحية إنسانية فمن الطبيعي أن يصطف اليسار مع قضية اجتماعية ضخمة مثل رغيف الخبز. لكن في الحقيقة الأمر يتجاوز الأيديولوجيات السياسية، والخطوة التي اتخذها السيسي في الحديث، مجرد الحديث عن هذه الخطوة، تعكس مدى العشوائية في اتخاذ القرار، لأن الأرقام التي تصدرها المؤسسات الحكومية تخيف أي سياسي
في الاقتراب من هذه النقطة لأسباب إنسانية من الدرجة الأولى بعيدة عن رد الفعل السياسي تماما. فحينما يذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر بها 25.1 مليون أسرة، من بينها 8.5 مليون أسرة تحت خط الفقر، أي أننا لدينا 32 مليون مصري. هذه الأسر حينما ننظر إلى هيكلها وتكوينها، من بينها 3.6 مليون أسرة فقط تحصل على دعم اجتماعي من الحكومة لا يكفي لمعيشة فرد واحد لمدة أسبوع، فما بالك بباقي 4.5 مليون أسرة لا تحصل على أي صورة من صور الدعم. وحينما تنظر إلى أدبيات السائدة في مصر مقارنة بغيرها من البلدان العربية، فجميع البلدان العربية تسميه الخبز، أما المصريون فيسمونه العيش لأنه عماد المعيشة. طيب. وبالتالي فنحن أمام أزمة إنسانية بالدرجة الأولى، حينما تتعرض أسرة تحصل على دعم من الحكومة 450 جنيه في الشهر لأربعة أفراد. تخيل لو تم رفع سعر الرغيف الخبز، كم سيتوجه من ميزانية هذه الأسرة للكهرباء، للتعليم، للماء، للغاز، طيب للرغيف. لكن في المقابل، ولذلك وجدنا ارتفاع نسبة سوء التغذية في المجتمع المصري. استاذ الحافظ، ولكن في المقابل الجانب المصري المقابل على المستوى الرسمي لديه مبرراته، يذكر أن هناك اشتراطات لصندوق النقد، وهناك نسبة يعني كبيرة في زيادة عدد السكان، أيضا يربط هذا الموضوع بالأزمات الاقتصادية، موضوع فيروس كورونا وما إلى ذلك، ويحاول مقارنة الوضع في داخل مصر من حيث يعني توفير الخبز ببلدان أخرى. بالتالي كيف تنظرون إلى مثل هذه المبررات؟ هل هي واقعية؟ هل هي فعلا هناك ضرورة اقتصادية لرفع الدعم؟ ليست هناك أي مبررات ضرورية لرفع هذا الدعم، وهذا ليس نوع من المشاكسة السياسية، ولكن من الذي قبل شروط صندوق النقد الدولي؟ أليست الحكومة المصرية؟ ألم يكن لديها بيانات عن قاعدة الفقراء في مصر التي ترصدها مؤسسة كبيرة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؟ ألم تكن الحكومة على دراية بارتفاع معدلات التضخم بعد الاتفاق الأول مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، والذي ترتب عليه ارتفاع معدلات التضخم لأول مرة في تاريخ مصر إلى 37%؟ كل هذه المبررات التي تساق مقارنة بالدول الأخرى، فإذا كنت ستقارن الدعم المقدم للفقراء في مصر، فقارن أيضا مستوى الدخول للفقراء في مصر مقارنة بهذه الدول. ثم أن قضية الدعم ليست معرة وليست بدعة خاصة بمصر، فأنت في الولايات المتحدة الأمريكية يحصل الفقراء على الدعم، في الاتحاد الأوروبي يحصل الفقراء على الدعم، حتى ما كنا يعني نقوله على سبيل التهكم من قضية إلغاء الدعم، أن الاتحاد الأوروبي يقدم دعما للبقرة الواحدة يوميا 2 دولار، هذا الدعم المقدم للأبقار، فما بالك بالإنسان. طيب. أنت الآن تنظر إلى قضية إنسانية بالدرجة الأولى، بغض النظر عن الأيديولوجيات السياسية، عن الصراع الموجود بين الأحزاب والحكومة وغيرها. مصر كان لها اكتفاء ذاتي في الماضي، ما الذي جعلها أكبر مستورد القمح بالعالم؟ يعني هذه القضية تتعلق بخلل الخطط الاستراتيجية والأمن القومي المصري، فللأسف الشديد مصر بدأت استيراد القمح في السنوات الأخيرة لعهد الرئيس عبد الناصر، حيث تم استيراد قرابة 10,000 طن من القمح، ثم توالت الإحصاءات وارتفعت في عهد السادات، ثم كانت الطمة الكبرى في عهد مبارك بسبب السياسات الزراعية الخاطئة التي اتبعها يوسف والي، والتي ركزت على المحاصيل النقدية وأهملت المحاصيل الاستراتيجية. نحن لدينا استراتيجية تتعلق بالأمن القومي كان يجب ألا تفرط فيها الحكومة بأي حل من الأحوال، حتى أن حكومة الدكتور محمد مرسي في السنة الوحيدة وعت هذه القضية
وأعلنت سياستها بأنها ستحقق ما يسمى بالاكتفاء الذاتي النسبي ليحصل نوع من التوازن من الأمن الغذائي للإنسان والأمن الغذائي للحيوان، بحيث أن مصر تنتج 75% من احتياجاتها من القمح وتخلط نسبة 10% من الذرة وتستورد 15% فقط من احتياجاتها. ولعل هذه السنة هي المرة الأولى على مدار عقود الذي احتلت فيه مصر المرتبة الثانية بين الدول المستوردة للقمح بعد أن احتلت المرتبة الأولى على سنوات طويلة. أيضا من السياسات التي أدت إلى هذا الخلل هو تخلي الحكومة عن دعم الفلاح. منذ عام 1990 تحررت أسعار البذور والسماد والعلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية والإرشاد الزراعي، وأصبح الفلاح يتحمل كافة التكاليف التي يقوم بها في زراعته، فضلا عن أن الحكومة تضع الفلاح كل سنة في مأزق. ففي بداية الموسم تعلن أنها ستستورد القمح بأسعار مرتفعة، وحينما ينتج الفلاحون القمح ويتقدمون ليوردون القمح يجدون أسعارا مختلفة، وتقول لهم الحكومة هذه هي الأسعار الدولية. لذلك تخلى المزارع المصري عن زراعة القمح إلا في حدود احتياجاته الذاتية. وبالتالي من المستفيد من هذا الأمر؟ المستفيد من هذا الأمر شبكة فساد كبيرة جدا. لذلك كانت هناك مقاومة لمسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي والخطة التي اتبعها الدكتور باسم عودة لتحسين منظومة دعم الرغيف. فنحن حينما نستورد قرابة يعني 9.5 مليون طن من القمح ونحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم، فعملية الاستيراد تعج بالعمليات الفساد الكبيرة من حيث نوعية القمح الذي يتم استيراده. هناك قمح غير مطابق للمواصفات، مليء بالحشرات، لا يصلح لاستخدام الآدمي بتقارير الحكومة وليس بتقارير المعارضة. نعم. ومع ذلك يتم تمرير هذه الصفقات بسبب الرشاوي التي يتم الحصول عليها، فضلا عن عمليات الاحتكار لوجود بعض الأشخاص والجهات التي تقوم بمسألة الاستيراد للقمح. أيضا عمليات نقل القمح هناك فيها فساد، عمليات التخزين فيها فساد، عمليات الإنتاج فيها فساد بشكل كبير جدا. من أكبر الوزارات التي تعج بالفساد هي وزارة التموين المسؤولة عن منظومة الدعم في مصر. إذا كان الخبز خط أحمر يعني كما يقول المصريين أو المصريون على مدار عقود ماضية، وأن هناك 60% من المصريين تحت خط الفقر كما ذكرت أنت أيضا أرقام، وأيضا ذكر البنك الدولي أن هناك 60% تحت خط الفقر، وبالتالي السوشيال ميديا هناك غضب واسع وكبير في هذا الموضوع. أين نواب الشعب إذن في داخل مجلس النواب؟ هو طبعا البنك الدولي قال أن 60% من سكان مصر إما فقراء أو معرضون للفقر، لكن بالنسبة لرد فعل النواب على هذه القضية، فكما تعلم أن مجلس النواب في الانتخابات الأخيرة أتى في إطار ترتيبة أمنية وعائلية بشكل ما تتوافق مع هوى وتوجهات السياسة المطلوبة للنظام في مصر. وحينما تجد أحد النواب يقسم بالطلاق على أن وزير المالية هو سيدنا يوسف هذا العصر، فأنت أمام أداء برلماني لا يتناسب أبدا مع دولة بحجم مصر. المفترض أن النائب هو نائب عن الشعب، يعبر عن احتياجاته ويقوم بالدور الرقابي والدور التشريعي الذي أهلته له السلطة التشريعية. ولكن أن يقف أحد النواب ويقسم بالطلاق في مؤسسة برلمانية كبيرة ليمتدح فيها وزير المالية، فهذه أحد سمات الدول المتخلفة للأسف الشديد، ولا ينم عن وجود مسؤولية برلمانية وسياسية أمام المجتمع. أشكرك من إسطنبول أستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث في الشأن الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.